اليوم في عنا فيلا في منطقة باتش شهير تابعة لمنطقة بشاك شهير في اسطنبول، واحدة من أحلى المناطق وواحدة من أحلى الفيلا. خلينا نشوف المقدمة ونرجع. عندنا مدخل الفيلا، في له مدخل منفصل زجاجي، طبعا في مدخل اساسي هناك كمان موجود. هون في عندنا الحديقه هي كلها تابعه للفيلا، يعني من عند المنطقه هي لهون هي تابعه للفيلا، وايضا نفس الشيء على الطرف الثاني من عند ايضا الدهان هذا، او حتى هن محددينه هون بالخشبه هي، من الخشبه هي لحد هون هذا كلياته تابع للفيلا. هون المدخل الاساسي. هذا مدخل الفيلا، مدخل الفيلا كثير وسيع. الباب كالعادة مثل ابواب اسطنبول ما راح نحكي عنها كثير، لكن الفرق هون انه الابواب في عليها الارم سيستم، ممكن تركب الالارم سيستم على الابواب وعلى كل الشبابيك الموجودة في الفيلا. هلا هون في عنا الصالة، هذا مدخل تبع الصالة، الصالة كثير كبيرة. مثل ما انا شايفين هون الصالة فيها كلياتها من فوق جبسن بورد، فيها انوار مخفية هيد لايتس، في كثير سبوت لايتس كمان، في كثير. حتى صاحب الفيلا مركب نظام للاضاءة، يعني بامكانك تتحكم في الاضاءه، يا اما تخلي بعضها شغال وبعضها مو شغال، والعكس صحيح، البعض والبعض الاخر مو شغال. شده الاضاءه كمان فيك تتحكم فيها من هون، وحتى الاضاءه كلها فيك تتحكم فيها من هون. الشموني هذا ملفق مع الصاله كنظام تدفئه وكمنظر طبعا، لكن التدفئه تبعيت الشموني هذا ما هي خاصه فقط في الصاله، لا هو بيطلع بهذا الاتجاه كل الغرف الموجوده بالفيلا بتستفيد من التدفئه اللي بيشتغل عليها الشموني. هون في عنا طبعا نظام تدفئة بالغاز الطبيعي ايضا موجود، هون في عنا وحدة تدفئة، في وحدة هون، في وحدة هون، ثلاث وحدات تدفئة موجودين. مرفق ايضا مع الصالة البلكون هذا. شرفة بالشكل هذا، الشرفة كتير كبيرة، مساحتها كبيرة. الارض هي صايرة من سيراميك، هذا مبخوخ دهان. هذا السقف طبعا فيه الانارة هاي، هذا السقف اصلا مستعار ما هو موجود، بامكانك تفتحه اذا حبيت هيك منفتح بأيام الصيف، أو إذا حبيت تكون المساحة اللي فوقك السماء واضحة ممكن تفتحه بالشكل هذا. في حال كان في مطر أو حبيت تسكره مشان الشمس كمان بإمكانك تقفله وترجعه. فهذا سقف متحرك، أيضا هذا مرفق مع الفيلا. مرفق مع الصالة كمان المطبخ بالشكل هذا، أيضا المطبخ كبير. هلا نحن بشكل عام كل شيء موجود بالفيلا رح يكون كبير، يعني حتى الغرف اللي هي مفروض تكون غرف صغيرة ما عدا غرف النوم الرئيسية كمان كبيرة. في مكان هذا مخصص للبراد، في عنا هي الدواليب، هي الدواليب كلياتها فول هايدروليك. بقية الخزن كمان موزعة بالمطبخ كلياتهم نفس النوعية. رح يكون موجود مع المطبخ هو سحبة وماركة ارتشليك، بوتوغاز ماركة ارتشليك، وايضا فرن من نفس الماركة ماركة ارتشليك. مثل ما انا شايفين هون في مكان مخصص لغسالة الصحون، هي ما راح تكون مرفقة، هي لصاحب الفيلا، وايضا هي ما راح تكون مرفقة، الثلاجة ما راح تكون موجودة مع المطبخ. بنشوف هون كمان في عنا الدولاب هذا، فيه جهاز التدفئة المركزية اللي هو الكومبي المعروف، مركب وله خزانة خاصة كمان. الاطلالة هون عم بتكون على الممر تبع مجمع الفيلا نفسه. نطلع من المطبخ نروح على المدخل مرة ثانية. هون في عنا المكان هذا المخصص للملابس، الأحذية، الأشياء هاي، هذول كلهم موجودين، في خزن عددهم كتير كبير ومساحة منيحة. أيضا أيضا مرفق مع الصالة حمام بالشكل هذا. تصميم الحمام جيد، يعني تصميم عصري، حتى ألوان السيراميك الموجودة بين الأبيض والأسود، الأرضية أيضا سوداء، صاير منظرها حلو.
بسيط، الحمام ما فيه شغلات كثير نحكي عنها، مساحته جيده. نطلع من الحمام مره ثانيه على الصاله. مثل ما شايفين هون هذا الدرج، الدرج العلوي بيودي لغرف النوم عددها 5 غرف، وتحت بيودي للصاله الثانيه. خلينا نطلع لغرف النوم. الفيلا متكونه من 6 غرف وصالونين، حديقه خلفيه وحديقة أمامية صغيرة. الفيلا مساحتها 360 متر مربع. الحلو بالفيلا هو مساحتها الكبيرة، البلكونات الموجودة، إطلالاتها الحلوة، إطلالاتها الخلفية والأمامية. والحلو أيضا أنه قدامها مفتوح، يعني نحن شفنا في الصالة، الصالة أمامها الحديقة تبعية المجمع، في بينك وبين الفيلا اللي جنبك حوالي 50 متر، بينما في العادة الفيلا الموجودة اللي شفناها هون هي مقابل بعض، يعني بيناتها فقط الشارع هذا والشارع هذا عبارة عن 4 متر أو 3.5 متر، لكن هون لا، الخلفي على الشارع والأمامي صار على الحديقة تبعية المجمع، فمفتوحة من كل الأطراف. الحلو بالفيلا كمان هو سعرها، سعرها أرخص من سعر السوق. قبل ما نحكي عن الغرف الموجودة هون، خلونا نحكي عن الدرج. الدرج نفسه صار من رخام طبيعي، الوزارات عم بتكون من رخام طبيعي. بالعادة بالفيلا اللي بنشوف هذا يا اما بيكون من حديد او بيكون من خشب، لا هون صاحب الفيلا مزبط. هون في عنا غرفة، غرفتين، حمام وماستر روم، وهذا الموزع تبعهم. رح ندخل اول شيء على الماستر روم. الماستر روم بالشكل هذا كتير كبير، كانوا مفصولة من نصين، يعني جزء اللي هو الجزء هذا بيصير كمكان للجلسة، كمكان للتسريحة، وكمان في معه بلكون وفي له إطلالة. الجزء الثاني بالشكل هذا، هون في عنا بقية غرفة النوم، المساحة كبيرة. هن مسوينها بالشكل هذا، لكن في الأساس التصميم هون إنه يكون في هون غرفة ملابس، يعني هون هاي لو تتسكر بالشكل هذا أو تضلها مفتوحة ويصير في رفوف على طول هاي الخزانة، تنشال هاي الخزانة أو حتى تكون موجودة، ممكن يصير في عندك مساحة تستغلها، بدل ما نحط دولاب بالشكل هذا ممكن نخليها غرفة ملابس. مساحة الغرفة كبيرة، هدول اللي موجود كلياته جبس. هون في تريا رح تكون مرفقة مع الصالة، هدول كلياتهم ماركت فيكو بالنسبة للمقابس. والأرضية نفس الأرضية باكية، نفس الأرضية الموجودة في الصالة. هون في عنا حمام. الحمام ألوانه مختلفة عن الألوان اللي شفناها في الحمام الأول اللي في الصالة، صايرة على بيج، في معه دوش كابين بالشكل هذا، وفي معه أيضا خلاطات، المغسلة، التواليت أيضا موجود. مساحة الحمام حلوة وكبيرة. نطلع من غرفة النوم. هون في عنا البلكون، مساحة البلكون كبيرة، وفي له إطلالة مباشرة على بقية باتش هير، إطلالته حلوة حتى على الشارع العام والجبل. راح نطلع من هاي الغرفة ندخل على الغرفة المقابلة اللي هي غرفة نوم صغيرة، غرفة نوم بالشكل هذا، يعني غرفة الأطفال فينا نقول. الغرفة في مع بلكون، البلكون هذا إطلالته على الشارع. بالنسبة للسقف، سقف كلياته جيبسون بورد وفيه سبوت لايت. نطلع من هاي الغرفة على الغرفة المجاورة. الغرفة المجاورة هذا أكبر مساحتها، في مع الشباك هذا. بالنسبة لهدول كلياتهم فيهم إنارة مخفية، يعني هلا لو شغلنا بالشكل هذا هدول كلياتهم في إنارة مخفية. كل الغرف الموجودة بالفيلا في لهم إنارة مخفية، لدات مخفية بالإضافة للسبوتات الأساسية الموجودة. التمديدات واصلة لكل شيء بالنسبة للكيبل والتلفزيون، عم نشوف أصلا تلفزيون بكل غرفة موجودة هون في الفيلا. المساحة كبيرة والترتيب حلو، مع إنه يعني الفيلا ما هي جديدة، لكن في اهتمام، يعني مبين كأنه جديدة. على كل حال في عنا هون الحمام الأخير. الحمام هذا أكبر حمام دخلناه حتى الآن، في معه تواليت، في معه المغسلة هاي، في معه دوش كابين، والخلاطات أيضا مركبة. لونه صاير كمان نفس مبدأ الحمام تبع الماستر روم، لونه أبيض وأسود. راح نطلع من هون على الدور الثالث. جنب الفيلا في عنا المواصلات العامة على بعد 10 متر تقريبا من المجمع الموجود فيو فيلا، يعني مش على أقدام أقل من 30 ثانية. موجود خط الباص الرئيسي اللي بنطلق على منطقة باش شهير، وبتوزع منه على باقي المناطق في الصنبول. أيضا بجانب فيلا في منطقة كبيرة بسموها بزارتورك، هي عبارة عن تجمع لكتير معارض موجودة،
وايضا فيها بازارات موجوده اللي هي اماكن للتسوق بتكون موجوده بشكل اسبوعي في المنطقه. الدور الأخير في معنا هون حمام، غرفة وغرفة. راح نبدأ من هي الغرفة. هاي الغرفة صايرة كبيرة، مساحتها كبيرة، في مع شباك مطل على الحديقة، نفس الحديقة اللي شفناها من الشرفة الأساسية للصالة. ارتفاع السقف هون عم بيكون كتير عالي، حتى في المناطق اللي هي بتكون نازلة عادة في الفيلل ما هي منخفضة جدا، يعني تقريبا مترين ارتفاع، المنطقة أقل ارتفاع، وهون تقريبا في ارتفاع 3 متر و80 سنتي. مساحة الغرفة حلوة، طبعا ما فيها جبس لأنه تصميم الغرفة أو سقف الغرفة ما بيسمح بهذا الشيء. التوزيع تبع المقابس حلو، أيضا في عنا هون وحدة تدفئة مرفقة مع الغرفة. راح نطلع من هي الغرفة على الغرفة الأخيرة. الغرفة الأخيرة كمان ارتفاع السقف ممتاز، حوالي 3 متر، 3 متر و40 سنتي. هون في شباك، وعلى الطرف هذا في بلكون. البلكون له اطلالة جميلة جدا على بعض الشهير كلياته. نطلع على الحمام، اخر حمام موجود في الفيلا. الحمام بالشكل هذا، يعني هذا الحمام ما هو كتير كبير لكن براكتيكال، يعني عملي. فيه تواليت، فيه دوش كابين، وفيه مغسلة. هون في عنا نافذة للتهوئة. خدمات المجمع هي امن، كاميرات مراقبة، في ساحة للأطفال، لعب الأطفال، في ملعب لكرة القدم وكرة السلة، في مساحات خضراء، هدول كلياتهم خاصين في المجمع. مرفق مع مجمع نادي رياضي، هذا النادي الرياضي هو نادي خاص، ما هو نادي عائد للمجمع، بإمكانك تشترك فيه لو حبيت، هذا داخل المجمع، وفي أيضا حضانة للأطفال. من هون بننزل على الطابق السفلي. خلينا ننزل على الطابق السفلي. هذا هو الطابق السفلي تبع الفيلا. طبعا صاحب الفيلا ما هو مستخدمه، لكن الإمكانية موجودة. في عنا هي المساحة، هي المساحة نفس مساحة المطبخ اللي كان موجود في الصالة. ممكن واحد يفصله يعملها غرفة أو يعملها مطبخ، يعني حتى التمديدات ممكن تتمدد من التمديدات الموجودة أصلا في المطبخ يعملها مطبخ تاني. هون على اليمين في عنا غرفة هن مسوينها كغرفة مخزن. مساحتها كبيرة، ما في شيء، يعني هي فاضية أيضا كمساحة موجودة. هون في عنا حمام، هذا حمام كتير كبير، مسوينه هنا حمام للغسيل بالشكل هذا، ما فيه شيء كتير يعني، بس إنه مساحته كتير كبيرة. في مع وحدة تدفئة. بيت الصالة، صالة كتير كبيرة، يعني بحر الصالة، هي واحدة من أكبر الصالات اللي دخلتها بالفلل. السقف كمان عم بيكون كلياته جبس بالشكل هذا، الدوائر هاي اللي حاطينها، الإضاءة المخفية، السبوت لايتس الموجودة. في عنا كمان هناك دائرة تانية. هذا بالنسبة للسقف. بالنسبة للأرضية نفس الأرضية. هون مثل ما أنا شايفين في عنا بابين للحديقة المرفقة مع الصالة. راح نطلع على الحديقة. مساحة الحديقة هي 6 × 4، مصورة بالرخام. هون في عنا هذا الباب، مدخل من الحديقة. الواحد إذا حب يعمل مدخل هذا الطابق لحاله، يصير مدخل من هون، مدخل لهذا الطابق لحاله. أصلا هو في معه باب، ممكن باب هذا يتسكر حتى يستخدم كاستخدام منفصل، يتأجر أو يعطى لأحد أفراد العائلة. تابعونا عبر موقعنا على الإنترنت trifunda.com، تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، وسناب شات. أيضا تابعونا على قناتنا على اليوتيوب وبتلنضول. شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم إشعاراتنا أول بأول. بنشوفكم إن شاء الله فيديو جديد.